بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الاعزاء، سعيد انا خالد عز الدين، انا التقيكم قبل برنامج بين الجد والهزل مساء كل سبت، وسعيد يكون معاي زميلي واخي وصديقي فخري خالد. سعيد جدا التقيكم في هذه الحلقه بين الجد والهزل، وان شاء الله كل مساء سبت خليكم معنا، وان شاء الله باذن الله ننال اعجابكم ويكون خفيف نظير عليكم. اكيد هنا طبعا الجد وهناك الهزل. ما تكون هزلين طوالي مع كرة القدم، فقد تعود صاحبها إلى الإسلام. سبحان الله سبحان الله يا إخوان، سبحان الله. واصلوا نشوف المشهد ده. أمس أسلم في السودان، أصلاً كان جد ما عارف يكلم عربي يعني. الحمد لله سلمت عربي يكلم عربي، يعني ناس بفهم، أنا بفهم ناس كويس الحمد لله. باتريك إنكادي نيجيري، من مواليد مدينة لاغوس في العام 1989. كغيره من النيجيريين عشق كرة القدم وجعلها مصدرا للرزق، ولكن الكرة أعطته أكثر من رزق الدنيا، فقد كانت سببا في إسلامه. أنا كان سلبت في السودان ما قدام ناس ما والو. باتريك الذي استبدل اسمه بعد الإسلام ببلال استبدل أيضا طريقة احتفاله بعد الهدف. قبل سلمت لما تجيب جول بقلب جوبة، بس سلمت لا أحد يعرف مستقبله. وإن كان باتريك قد توقع اللعب محترفا خارج نيجيريا، فإنه لم يتوقع أن يكون الاحتراف في السودان والاستقرار في أرض النيلين لدرجة الزواج. أنه وأنا جي السودان ما عندي فكرة بقاعد في السودان سنتين، أنا فكرة عندي فكرة عشان بيكون بلا في أوروبا. أمين جيت قدت سنة سنتين ثلاثة سنة قابلت يعني بيت كويس معاي، السودان طيبين كويسين الحمد لله ما شاء الله، عشان كده لقيت مع كويس معاي زوجت معه وقعدت معه كويس، زوجت كويسين أولاد ناس كويسين الحمد لله. باتريك بدأ مشواره الاحترافي مع حي العرب بورت سودان. لما ناس على العرب لقيت مع ناس كويس ما شاء الله ناس كويسين، لقيت مباراة كبيرة معه حتى لون كشيد كفيدليا لما كونفدرالية وسكافة كويسة، كل سنة دوري السودان بي يعني يكون أقوى أكثر سترونجر أقوى أكثر من كل سنة بيكون زيادة عند التيم زيادة getting tougher، كل سنة أكون أصعب من سنة فات يعني الحمد لله. باتريك يلعب الآن بأهل شندي ومستقر مع أسرته في حي المورد بأم درمان، وله طفلة سودانية نيجيرية. وما أحلى أن يجيبك الزمان ويعجبك المكان. محمود صالح جابر، نجم الأهلي الخرطومي والمنتخب الوطني السوداني، من اللاعبين القلائل الذين رفضوا الانتقال للهلال والمريخ رغم تألقه في كل المباريات ورغم طلب الهلال والمريخ المتواصل على الانضمام لهما. محمود قصير، محاور جيد، صاحب نكتة. أنت قصير يا فخري؟ أنا قصير جدا، ومحمود صالح جابر قصير، والقصير أصلا يا خالد يا فتنة يا حكمة. شوف سبحان الله، هو حكمة في كرة القدم ونحن حكمة في الهزل سبحان الله، ونتلاقى في الجلحات. لو لاحظت لاحظوا المجاهد مع محمود صالح تلقى عنده جلحات وانا جلحات، وهو قصير وانا قصير، يعني الاثنين احنا مسكول. الهلال والمريخ فريق قوي جدا وما في زول بيقدر يقاومه، لكن احنا يعني لما وقعنا للاهلي ولعبنا للاهلي ظهرنا بمستوى عالي جدا وخشينا المنتخب والهلال والمريخ. أنا يعني وأعوذ بالله من كلمة، أنا اللاعب الوحيد اللي استعان بالهلال والمريخ، لكن كان نحن ولا صغار ولسه ما فاهمين، فالواحد كان انتمائه للخرطوم قوي جدا، والهلال والمريخ يعني لو دارنا نمشي الهلال والمريخ كنت مشيت في لحظات. صعب شوية إنه يلعب في الهلال والمريخ، لا يعني لو ذكرنا لو قسنا مثلا في الهلال والمريخ هناك لاعبين طوال يعني ومرنين حامد بريمة وفي الهلال وآخر وفي المريخ وزبير مثلا في الهلال يعني عاصروه ولعبوا في زمان، فالفرصة كانت صعبة شوية. أنا بتفرج في هلال مريخ في كرة القدم فقط، وأنا بتفرج في هلال مريخ لما تكون دافوري كاسوري عديل كده، يعني مصارعة حرة مصارعة حرة، صح ولا لا؟ شاهدوا شاهدوا يا فندم.
أعزائي المشاهدين عشاق الملاكمة والمصارعة، النهاردة حنقول لكم مباراة بين الهلال والمريخ فين؟ في المصارعة والملاكمة. حنبدأ شوف منير مبدع هيعمل إيه في الحلبة وعلى طول في صدره يا ولد، هو ده اللعبة. لا يا كلاتس يا ابني يا ابني، خطيها من تحت من تحت، ضربه من ضربه بتاع الدين الاحترافية يا بلا يا على دينة الضرب. واحد خلاص انتهت، واحد اتنين ننتقل للملاكمة على طول، وهيثم هضربه على طول بشماله يا ولد في وجهك يا ابني، ياخد عليها ثلاث نقاط. لكن ايه ذكرنا بنسيم حميد يا ولد يا ولد، مين اللي هنا ده العملاق الجميل قوي اللي الجمهور مستنيه المعز محجوب يا ولد يا معز، يلا فرجهم وريهم وريهم يا ابني. يا سفاري ايه اللي بتعمله ده، ايه اللي بتعمله ده، مفيش كلام يا ابني، سيبه يضرب سيبه يتفرج بواسط الماتس يا ابني، كنا عاوزين نتفرج. طبعا الوقت احنا بنلعب كل الحراس مميزين، فما كان انت يعني انت اذا فقدت الخانه بتاعتك دي تاني ما بتلين فيها. فبتذكر ان احنا كنا في منبسة في كينيا، فالجون كان احمد ادم والاحتياط يعني، فكان في حامد بريمة لكن ما بلبسوه، بلبسوه بنطلون وقميص، لانه كان البعثات بيستشير ثلاثة حراس، اثنين بيلبسوا واحد بيكون لابس بنطلون وقميص ساكت، فحامد بريمة ده كان لابس بنطلون وقميص لكن مستواه كان فظيع. فانا قاعد مع احمد ادم قلت له يا حاج، طبعا احمد ادم نعم نقول له يا حاج، قلت له يا حاج تعرف لو حامد بريمة ده خشة تاني ما بيمرق، ولو حامد بريمة ده خشة بتضرر انا، انت ما بتتضرر لانه هو هيكون الجون الاول وبيجيبوك انت احتياطي والطيارات دي انا بتفوتني. طيب مشاهدينا الاعزاء مرحبا بكم في برنامجكم جد وهزل، انتوا عارفين خالد عز الدين زول هزلي جدا وانا زول جاد جدا جاد جدا، افتكر الكلام ده واضح لكل المشاهدين والمستمعين السودانيين. على العموم نحن عملنا استطلاعات وحوارات، خليه خالد يحدثنا عن الاستطلاعات. خالد حدثنا عن الاستطلاعات اللي عملتها. ونحن عملنا استطلاع جاد جدا سبحان الله، شكله طلع هزلي جدا سبحان الله، بنسال نحن عن الصحفي اللي بتقرا له والصحفي اللي ما بتقرا له، يعني صعب جدا كان نلقى اجابه. نازل لما تمسك الميكروفون ما شاء الله، يعني بالدرجة كده عزيزي المشاهد في برنامج جد وهزل، يعني طبيز من غير طبيز، يلا نطبيز أقصد يلا نشاهد. شوف ده كان أكبر طموح لنا نحن إنك أنت تصل المنتخب قبل هلال المريخ، لأنه فهمنا كان اللي بيقدم اللاعب لوطنه هو البغيم، يعني هسه لما يجي في يعملوا لك مثلا سي في بيقول لك يا اخي 30 مباراه دوليه 50 مباراه دوليه، ما بيقول لك لعب للنادي وكده، فتقييمك انت بما قدمته لوطنك شنو؟ اسمي عبد العزيز العوض محمد، بقرا لي مزمل ابو القاسم، وبعدين مزمل ابو القاسم كنا بنقرا اذا الصدى دي طوالي، لكن الايام دي ما لها هلالات تقيله صحفيين هلالات، والله بقينا ذاته شبه يعني خفينا منها شويه، اوريك صراحه يعني يعني بيقوا فيها نزعه بيشيلوا يلملم. فخري انت مع الوحده يا خالد، اول حاجه هادر وحدد موقفك، يعني انت اول حاجه قول ويدا بتاع كلاكلا ولا ويدا بتاع جوزف، ولا اقول لكم حاجه كلاكلا ويدا وكلاكلا جوزف كله بيعمل ويدا، خلونا نمشي نشارك يا اخوانا مباراه بصوت المعلق كبير جلوات فردتي كده واسف. بل ماشي بلعب ساقر ماشينا هاي هذا أنا بعدين كورة دين فاتا هاي كورة فاتا هاي تشينو أقوانا دب هاي أي أقوانا تشلو رديل بعدا تاوى قاديل أقوانا تشينو درب هاي كمان تشينو ده كيف دبوني ولا تشينو أقوانا ها ده هذا وكاف رديل أقوانا تشينو ده معلم ولا ده بقول لا ده ده شكل رديل أقوانا ده شكل رديل آه وانا تشينو على كلا بل أنا لو كنت جوا تشوف كلام ده بزول لك ما هو قاديل ما بزول بعمله ولا تشينو أقوانا. الراجل اكتر شيء بكتب في السوبر يعني كلامه كله انا بلقاه في داخل الملعب، يعني زور الراجل كاتب قدير جدا يعني ده اسمه محمد عثمان علي، ده كان بكتب برضه في السوبر يعني كلامه كويس جدا جدا. فخري تذكر مدينة الرياضية؟ هيك يا خالد مدينة الرياضية دي القبال كوبري توتي وقبال سيد مروي وقبال كوبري المكنمير، يا اخي ده حاجه قديمه خلاص سبحان الله، لكن بتهيألي نزل بيعاملوا مع الناس حسب كورتنا ما افتكر اكثر من كده. انا محتار هي بيفرتقوا فيها ولا بيبنوا فيها؟
طبعا انا عارف انه هاشم ضيف الله ما مقتنع بي، لكن هو بيفرض الناس ارائهم وهو راجل ديمقراطي فبيقبل. فنحن كنا في المانيا وهو كان رئيس البعثه، فانا لعبت مباراه كبيره جدا في رحله المانيا دي، حتى انا تاخرت اخر لاعب جال باص لانه كنت جمهور كله بمضي له في اوتوغرافات. طبعا الاوروبيين عندهم الاوتوغراف ده حاجه مهمه جدا. فبعد ما الباص واقف راجيني بعد ما انطيت من الاوتوغرافات دي، جيت طالع الباص داير اشوف هاشم ضيف الله تعليقه ليه شنو. فاول ما جيت داخل كده قابلني قال لي والله كنت كويس جدا جدا، لكن برضو ما اخترت الخانه اللي بتناسبك. يعجبني الصحفي ابراهيم الجيلي. انا سعيد جدا بكلامك ومتابعتك الدقيقه جدا لي في عبر صحيفه جول، وانا بعتبره فخر كبير جدا بالنسبه لي، وانا يعني بعتبره دافع لتقديم عطاء عبر صحيفه الجلاله الفتره القادمه لعلم الانفرادات والاخبار والتحقيقات الجريئه والحوارات الهادفه في هذا المجال. كلنا شفنا جون السعودي في الفريق الاثيوبي، لكن احنا حنشوفه كليه وتاني بطريقه ثانيه. يعني كيف يعني بطريقه ثانيه؟ كده يعني كده ولا يديس في. اقول لك حاجه، حكم ظالم، بس حكم ظالم، حكم ظالم. من تعين فيني؟ قلت لك حكم ظالم تعين فيني انت ليه؟ شنو شوفوا كره ما تعين لي انا، شوفوا كره جون سعودي بتاعك. هذه ركنيه للمريخ، ركنيه للمريخ، وان شاء الله فيها خير، ان شاء الله قدم خير يا وارقو. وارقو راح يلعب، وارقو يلعب سريع لمال للنفطي، النفطي لوارقو، وارقو يعليها يعليها، يا سلام لا خارجه للاسانه تادي بقول، يا سلام يا عبد الحميد، قايل لكم ان شاء الله فيها قدم خير، وراحت تعطف الشباك هدف وجيل هدف، يا سلام. افرح يا جمهور، افرح يا مريخ، افرح يا اصفر ويحمر، يا سلام يا سلام، والله والله اعلق واصفق على هذا الجول، يا سلام. شوف العادة وارقو وارقو، شوف علاها عالية، دفاع الاثيوبي بطلع لسانة قذيفة، يا بهلوان يا عبد الحميد، بهلوان والله، جول جول في التاريخ يا عبد الحميد. فأنا بتذكر أنا جيت مارق لقيت أبوي معاه شيخ، لحد هذه اللحظة الشيخ ده موجود اسمه شيخ الطيب في الديم هنا. قلت له حاجة، أنا ماشي الكورة وكده وكده وشايل شنطتي، وقام قال لي الشيخ ده، قال لي إحنا الأهلي ديل الليلة عندهم كورة مع المريخ، فقال لي إن شاء الله أمشي أنتوا غالبين 1-0 والجون حتجيبه أنت، وأنا بلعب حارس مرمى. قعدت أضحك عليه وبتاع، قلت يا أخي أنا لاعب جون بيدخلني أجيب جون شنو، الراجل ده بينضم ساكت. مهم مشينا نحن المباراة دي والمباراة مستمرة، آخر ربع ساعة جات ضربة جزاء، فأنا ما مفكر إني ألعب ضربة الجزاء دي ذاتها، فمشى على ضربة الجزاء اللاعب اسمه ياسر الحاج، الآن هو مساعد مدرب نادي الأهلي، فمشى عشان ينفذ الضربة، وهو لاعب الوقت داك في الأجبال ويادوب جديد، فأنا خفت إنه لو ضيع الضربة دي حينتهي كلاعب، فقمت من الجون جريت قلت له زح، وأنا كنت كابتن الأهلي وقتها. فزحها طبعا بيسمع الكلام، فقمت انا شت ضربة الجزاء وفعلا غلبنا المريخ 1-0، والهلال شال الدوري والاهلي ثبت، حتى المظاهرات بعد الكورة طلعت في جون بيجيب جون. يعني من اللعيبة في الوقت الحالي ممكن تستمتع بيهم هيثم مصطفى، هيثم مصطفى لاعب بيمتعك في الملعب وبيغير النتيجة لمصلحة فريقه. بقرا صحيفة جون لأن جريدة اجتماع، جريدة شاملة ما عندها عنصرية، بتهتم بالهلال والمريخ والمنتخب الوطني، وبقرا رمضان أحمد السيد لأنه كاتب عنده موضوع وعنده هدف. يكتبوا ينشروا، هم في اتجاه والكورة في اتجاه، يعني ما في النقد ذاته، ما عرفنا ماشي على وين، التدريب بقى ما ماشي على وين، العالم يتقدم، نحن ناس اسسنا الاتحاد الافريقي، الصحافه بتاعتنا كلها تكتب
عن هلال المريخ ولاعب هلال المريخ يكون دون المستوى، يكتبوا عنه بصورة غير يعني يخدعوا المشجع ذاته، يعني دخلوا فينا إحباط. يعني قدر البنيات التحتية طبعا أنت شايف نادي المريخ قمة، لكن أنا كمشجع وراجل كبير بجيب أولادي والله وأولاد أولادي بيجوا معي، لكن دخلنا إحباط يعني مستوى ما مشرق. يعني زمان بنذكروا لك السودان ده حاجة ثانية في إفريقيا، نحن علمنا العالم العربي الكورة، علمنا التحكيم، نحن زوين تحكيمنا في جنوب إفريقيا ولا حكم، يعني بأمانة نحن ماشيين لورا شديد. يلا 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 بيبي دم الله يا جلال. أنا شوف دم الله بتمام كده، شوف جمهور هلال لازم إن شاء الله ماشي ليبيا ممكن إن شاء الله تجيب ريزول إن شاء الله، ممكن لازم إن شاء الله شايف بيه بيه. أنا عارف ده كله جمهور هلال كله تمام، لازم تجيب ريزول إن شاء الله. وشكرا جزيلا. شكرا لكم كلكم، وبكده بنكون وصلنا لختام حلقة الليلة، نتلاقى السبت الجاي إن شاء الله، نتلاقى السبت الجاي وإن شاء الله نكون وفقنا في اختيار مواد خفيفة وفيها جد وفيها هزل. مشاهدينا الأعزاء إلى اللقاء.